ايه اللي خلاكي تفكري انك تعملي سوشيال ميديا؟ ايه اللي خلاكي ان انت تفكري تعملي فيديوز وتبداي بقى تتكلمي باللكنه الشرقاوي طبعا الجميله وتعملي تفاعل مع الناس حاجات اللذيذه؟ انا عايزه اقول لك والله الموضوع جه صدفه والله بجد. انا وماشيه في الخط الدرامي والدنيا ماشيه معاكي كويس. بصي انا بالنسبه لي السوشيال ميديا اقرب للناس من المسلسلات لان ما فيش سكريبت انا بكتبه. انا اوريدي لما ببقى في حاله معينه في 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 حاجه معينه عايزه اقولها تليفوني وبقول للناس يا جماعه كذا كذا، انا يعني بتكلم من جوايا اكتر. السوشيال ميديا اول ما بدات كنت بتكلم عن المصريين عموما وخصوصا في الاردن وخصوصا تقدير المجتمع الاردني للمصريين. بصي انت لو نزلت الاردن اول كلمه هتسمعيها اول ما تقولي انا مصريه هيقول لك الشعب الفرفوش على طول والله العظيم. احنا بالنسبه للاردنيين الشعب الفرفوش اللي مهما جت عليه الدنيا لازم يضحك لازم، فهم تقديرهم للمصريين كان حلو جدا. فكنت بتكلم من واقع خبرتي ومن واقع ابويا اللي عاش من سنه 88 اوريدي في الاردن، فكنت بفهم منه ازاي وكده، فكنت بعمل فيديوز لحد ما بقيت بعمل سكتشات بقى، بعمل سكتشات وحاجات وكده وحاجات اوريدي من الواقع، البنت لما تروح لصاحبتها اول الارتباط ولما يتجوزوا مش عارف ايه، فبقيت بعمل شويه حاجات. وفي الشرقاوي طبعا فيديوهات في الشرقيه كتير، اول ما بنزل الشرقيه لازم اعمل فيديوهات في الشرقيه لازم. اكتر حاجه جات لك عليها انتر اكشن، اكتر حاجه جات لك عليها تفاعل والناس اتكلمت وجات لك عليها كمان كومنتات حلوه، كان انهي فيديو كان اي محتوى؟ والله كتير، بس اكتر حاجه انت بحسها انت بتنسيه او انت كمان شخصيا بتحبيه زي ما الناس بتحبه؟ الفيديوهات الشرقاوي كلها يعني حتى انا معروفه هيا علاوله الله الوكيل مش إلكو حل. بحب اللهجه فبتكلم بيها وبتكلم بيها بحب، ولما بنزل الشرقيه بحب اشوف الناس جدا، بحب اعمل فيديوز كتير، بحب في الغيط في ارضنا بتكلم كتير عن اهلي وكده، فبحس براحه جدا. ده حقيقي اجواء هناك. يعني عايزه اعرف لما بتبقي في الشرقيه يعني الاحساس بقى، يعني احساسك وانت في الشرقيه واحساسك وانت في الاردن اكيد في اختلاف، هنا ليه متعه معينه وهنا ليه متعه معينه. عايزه اعرف انسانيا انت كهيا انا بقول الاسم صح؟ هيا الحمد لله دي اهم حاجه. ايوه انت ملخبطاني. لا هيا فاحساسك كانسانه كده هنا وهنا بتميلي لايه اكتر، الطبيعه والغيط والاماكن الجميله بتاعه الشرقيه ولا الحياه اللي ممكن تكون شويه ممكن تكون مياله على مودرن اكتر في حياتك الثانيه لما تسافري الاردن؟ والله يا نور يعني انا بالنسبه لي الاثنين، يعني انا بحب الاثنين جدا. في الاردن نفسك هيا قاعده كده؟ بصي هو ده حالة وده حالة، يعني أنا بالنسبة لي بحب الاتنين، بحب الأردن المودرن، وعلى فكرة يعني الأردن برضو فيها العادات وبيوت الشعر والبدو والحاجات دي، وهتلاقي عادات وتقاليد رهيبة، أكل أنا الأكل ده عندي يعني بصي نتكلم فيه بحلقة لوحدها عشان ده مهم بالنسبة لي. أنا عايزاكي تكلميني عن الأكل اللي بتحبيه بس بالشرقاوي ممكن؟ أنا بحب المنسف علاول الله الوكيل. المنسف أكلة أردنية؟ بحبها علاوي. النهارده توديني وتجيبيني؟ ايوه لازم ألخبطك. أنا معاكي. لا الأكل الأردني أكتر أكل تحبيه إيه؟ المنسف. المنسف علاولة؟ منسف بصي دي الأكلة الرسمية في الأردن وبنقول عليها بندحبر أو بندجمز، يعني ما بتتاكلش بالمعلقة، معيب إنها تتاكل بالمعلقة. أوكي. لازم تحطي إيديكي كده ورا ظهرك وتبقي واقفة وبعدين بتحطي الجميد اللي هو الشوربه يعني تمام. اوكي اللي هو اللبن على الرز، بعدين بتحطي اللحمه، بعدين بتكوريها، بعدين تزلطيها. دي عادات تمام. اوكي ده لازم. واللي ما كلهاش كده طب يحصل له ايه لو حد مش هيعرف يعمل كده، ضيف مثلا؟ عارفه لما تحسي ان انت بتاكلي الحمامه بالشوكه والسكينه؟ هو نفس المبدا اللي هيبص. ايوه صح، ما احنا فعلا عندنا حاجات لازم حلوة خالص. نمسكها لازم كده لازم ونعمل كده. صح طبعا. انت عندك حق. في مصر بقى الممبار والكوارع انت ضحكتي عليا ومش بتتكلمي شرقاوي. ما طب ايه اعمل ايه؟ انا ده قلت لك اصل حاجه كلميني على الاكل بالشرقاوي. بصي انا عايزه اقول لك حاجه علاوله الله الوكيل، انا بحبكي علاوله ومبسوطه انني حداكوا في البرنامج النهارده والله. صراحه يعني انا مش قادره اقول ليكي انا في قلبي ايه اتجاهي صراحه يعني. يا رب خير. ايوه. لا والله انا كمان مبسوطه جدا جدا. طب خلينا نروح لدراستك، انت خريج كليه الاعلام. ايوه. وبرده عايزه اعرف ليه حبيتي ان انت تخشي كليه الاعلام وبعد كده عملتي ايه بعد ما اتخرجتي على طول، يعني عملتي ايه بدراستك؟
انا بحب الاعلام عموما. حلو. درسته اكاديميا وحبيت واشتغلت طبعا بعدها كمذيعه. بعد كده انا رحت الاردن بعد ما اتخرجت من الجامعه، رحت الاردن اشتغلت برامج، وبعد كده اتجهت للتمثيل. تقريبا 4 برامج مش كده؟ ايوه مظبوط.